بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها. اول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز الليجاشور زي ما احنا شايفين كده، بنفصل بيه الدهون عن المعدة من بداية المعدة من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطة دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عن عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. احنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين. الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي احنا شايفينه متحدد، ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الامريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الاتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعدة، لان جدار المعدة او سمك المعدة طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شوية، وبالتالي الدبيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبيس يعني معدة لان هي تشتغل في الانسجة السميكة شوية. دي الطريقة بقى اللي الدباسة بتشتغل بيها، بتدبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسة بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقة اللي احنا شايفينها دي اهو. يعني احنا ممكن نقرب شوية بالكاميرا، دول تقريبا دول 3 دبابيس اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسة دبست يمين 3 دبابيس وشمال 3 دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافة اللي بتحرك فيها البوجي او الكاليبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعدة المظبوط. نتفادى ان المعدة يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العملية. ده نفس الطريقة، بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين بيها كده. الكاليبريشن سيستم المستخدم يعني من وظائفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكرة عن قد ايه الجزء المتبقي من المعدة. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبة المعدة كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضلة بتاعته ضعيفة فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعدة اتفصلت تماما عن المعدة اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعدة. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبة طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده، ده حجم المعدة المتبقي. ممكن نرجع بقى بالبوجي شوية، بياخد حجم المعدة زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعدة ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعدة دلوقتي واخده شكل يعني بالوني شويه اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي
نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقايه من التسريب. ممكن ندخل بجهاز الوجه تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوه زياده عن الطبيعي، يعني ان احنا نقايه الدهون بنعمل طبقه ثانيه فوق الدبابيس ما بعد اجراء العمليه كوقايه من التسريب وكوقايه من النزيف. هنوريكم الطريقه اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شويه. بعد ما بناخد طبقه ثانيه من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقه ثانيه من يعني التقويه للدبابيس، بنحاول نطلع المعده بالصوره اللي احنا شايفينها دي، وده بيكون شكل المعده بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخد الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس بنطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب، بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. اول حاجه بحمد ربنا وبشكر فضله، ثم الدكتور كريم، الانسان الطيب، الانسان الرحيم، الانسان الخلوق اللي وقف معايا في كل حاجه وما سابنيش في اي حاجه. بشكره. انا عامل عمليه تكميم وخارج من العمليات بقالي 3 ساعات. الحمد لله انا كويس. انا الاول محمد، سني 38 سنه، وزني 165 كيلو، وعملت عملية تكميم والحمد لله أنا كويس، وحابب أطمنكم إن أنا كويس.